اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى. بون كيما شفتوا احنا كنا في مارتيل ومن بعد شديت انا صحيح قلت لهم بصراحه لازم نمشيو السبته نحب نشوف الاجواء نتاع الحدود. دونك كيما تشوفوا هنا الجبل هذاك اللي تشوفوا فيه ورايا قلت الجبل اللي تشوفوا فيه ورايا لاباس. دونك هنا كيما تشوفوا فما الجبل ما نعرفش مش ظاهر بالدائما تو نقلب الكاميرا وتشوفوه. دونك هذاك سبتة اللي هي تسمى المنطقة المحتلة من اسبانيا. دونك احنا هنا في البلاصة هذه بالضبط اللي انا نسيت شنو اسمها الفنيدق. من الفنيدق حتى لاسبانيا 14 زيد عليها زوز 16 كيلومتر. دونك كيما تشوفوا هنا الفنيدق واحنا قاعدين نسميه في البوردر بتاع المغرب اسبانيا. ماش احساس جاني مزيان احنا في تونس نعيشوا نفس الاحساس مي خاطر الديستانس ياسر قريبه دونك تحس رونق اخر. كبلاصه هذيا كلها اسواق الاسواق هنايا اللي تشوفوها ما بين بريس كل حاجات جايه من اسبانيا. وتو نقلب الكاميرا ونوريكم السبته. دونك كيما تشوفوا هوني هذاك وين تشوفوا فك الجبل الصغير والديار هذيك هي سبتة. دونك باش نقولوا هذيك هي زاد اسبانيا. تمشي في الطويل تلقى براج تاع بوليسيه كان عندك فيزا تدخل ما عندكش فيزا ما تدخلش. بون فما معلومه اخرى زاد قالوا هي اللي مزيانه ياسر من هوني كيما كنا نحكيو على سبتة وكي تمشي لطنجة من طنجة تجم تشوف جبل طارق اللي هو موجود في اسبانيا. دونك كيما تشوفوا احنا هنا قاعدين ندورو في الاسواق اللي هما في البلاصة اللي هي قريبة لسبتة اللي هي قريبة لاسبانيا. براتيكمون الحاجات الكل اللي موجودة هنا كلها من اسبانيا. وعجبني الفينومين و هكا حاجة ما عرفتش جاتني جديدة ولا بيزار ولا كيف. مالغري احنا عندنا معناتها في تونس عندنا نفس الفينومين معناتها من الكابون تنجم تشوف الضوء نتاع ايطاليا وتحس كو ايطاليا قريبة بالكدا. مي من هوني حسيت بالرسمة معناتها عندي ناقصني خطوة ونكون موجود في الاسبانيا. جات تعمل في الشوبينغ او السيد هذا يحسب لنا باللورو. تحسب لنا باللورو ولا بالدرهم؟ مش مهمتك. باللورو يقابل لك خير انت. لا بحالي. دونك كيما تشوفوا هنا عاودنا رجعنا من حدود المغرب المغربية الإسبانية باش نعاودوا نرجعوا نورمالمون لحومتنا. ساي ولات الحومة هذيك مارتيل. بصراحة مزيان الشمال تعرف أموانزان كنا باش نانيوليو الشمال. قعدت أنا خايف نوعا ما على خاطر الطريق وفي بالكم أنتم الناس كل كانت مرضى وسيختو تسنيم كانت مريضة. كنزة الله يرحم والديها هي اللي كبشت قالت لي ماشيين و سيت اون اكسبيريونس معناتها اللي هي ما تراتيش. أول حاجة الطريق الطريق عجبتني على الاخر. لحظة تصوروا هوني تشوفوا الجمال متاع الطريق الاخضار على الجناب الازرق والابيض اللي هما بيكولو بريفيري جايين في الشارع. الطريق نظيف الطريق هذا عدينا نقاو دي زوتيل على اليمين وعلى اليسار. ما منعرفش علاش انا حسيت روحي نوعا ما في تونس هكا قربت ياسر بتونس سورتو احنا عندنا معظم البني ابيض. مراكش مزيانه مي كي تجي تكومباري مراكش بالشمال الشمالي برد على القلب اكثر. دونك ما نجموش صحيح ما نجموش نقارنوا اما ديما هكا حسيت الشمال بين مراكش والشمال. مراكش ستيل والشمال مراكش مزيان وعجبني اللون الاحمر نتاعو هو اللي غدغد لي على قلبي. حتى البني كله احمر. البني كله احمر مراكش الحمراء.
دونك العباد اللي ما تعرفش الشمال ننصحكم تجيو للشمال تعملوا فيه دوره مزيانه. حتى اذا كانك الدور كان بالكهرباء من غير ما تاخذ برشا بلايص سي افوار حاجه مزيانه. صح بقينا كندور الطوموبيل كثر ما وقفنا في بلايص تلمو وي الشوارع والطريق زوينه والبلايص زوينه ما تبقى تستمتع وانت كتفرج بحال هكا في شبيك قاعد تشوف الخضار تشوف الخضار على اليمين تشوف البحر على اليسار حاجه افوار مزيانه ونظافه الخضار ما نعرفش شنو نجم نقول اخر. المهم عجبك الشمال؟ لا عجبني الشمال مازال توا اي مازلت انا مازال لي بيه الفايده توا تطوان وطنجه واصيله والاخرى شنيا والعرايش مازالت دوراتنا في الشمال ومازالوا فيديوهاتنا نتاع الشمال. يلاه درنا مارتيل كابو نيغرو المضيق الفنادق وسبته ما دخلنا ليش وقفنا شفنا درنا لا باي باي ورجعنا عملنا باي باي لاسبانيا. البوليس اللي واقفين في الحدود تما قالوا لنا خاص تكون عندكم فيزا. اي لا قلت لهم في الفيديو خفت سالت بوليس هي قلت لهم توا كيفاش انا نحب ندخل قالوا لي عندك الفيزا مرحبا ما عندكش الفيزا باي باي.